السلام عليكم، أناشد محافظنا نجم الجبوري، الله يحفظه يا ربي. أحتاج مساعدته يوصل لأهلي. إحنا أهلي عايشين هناك بجنوب تركيا بأديمان، والزلزال الأول الباحة ضربهم، بالت بيهم يعني، وقع عليهم الشقة وصاروا ثمانية، راحوا بيها 8 نفرات، زينهم ضمنهم أبويا وأخويا والبقية أطفال، وبعد بعد هم تحت الأنقاض وما قدروا يطلعوهم لحد الآن، وطلعوا اللي قدروا عليه، طلعوا بس 3، و3 نفرات ودوهم للمستشفى. زين، فأناشد المحافظ نجم الجبوري إنه يساعدني، على الأقل نجيب أهلي هنا، أدفنهم هنا، يعني أنا خسرت كل شيء، على الأقل أصل لهم أجيبهم هناك.